العلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا، إن رحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو، هذا اللي غادي نشوفوا فيه التقويمات التشخيصية ديال خمسة المواد بالنسبة للثانية اعدادي لهذا الموسم 2022-2023. اذا بالنسبة للتقويم التشخيصي الله يرضي عليكم راه مهم جدا، وراه كيتحسب في الانشطة، لهذا خصكم تجاوبوا عليه مزيان وتحصلوا على نقاط ممتازة. هو كذلك كي ياخذ الاستاذ كمعيار للتلميذ، باش الا كان التلميذ ممتاز كيعرف الاستاذ المستوى ديالو، ولا كان التلميذ ضعيف كيعرف الاستاذ المستوى ديالو باش يعرف كيف يتعامل مع كل تلميذ خلال الموسم الدراسي. لهذا حاول تجاوب في الامتحان او في هذا الاختبار ديال التقويم التشخيصي بداكشي اللي كتعرف، اتفقنا؟ وحضر ووجد ليه باش تحصل على نقطه زوينه. وانا كنساعدكم الان من خلال هذا الفيديو هذا باش نعطيكم واحد النظره على النماذج، وللاشاره راه النماذج اللي كنشتغلوا عليها هنا في القناه راه في الغالب كتحط في سواء المراقبات المستمره اللي غتشوفوا الاولى والثانيه والثالثه في بعض المواد راه كتحط. لهذا بقاو تخدموا داكشي اللي كنعطيكم ان شاء الله هنا في القناه، ودابا نزل واشترك في القناه. والدليل هو انك باش تاكد من هذه الهضره اللي تنقول لك هو ترجع للفيديوهات السابقه وتشوف التعليقات ديال التلاميذ انهم تلقاو لي كونترول هما نفسهم اللي كنديروا في القناه كيلقاوهم في الامتحانات اللي كيجتازوا في لي كونترول اللي كيجتازوا. لهذا كننصحكم انكم تتبعوا القناه يعني وتشاهدوا اكبر عدد من التصحيحات ديال الامتحانات وكذلك الدروس باش تحصلوا ان شاء الله على نقاط ممتازه. ونبداو ان شاء الله تبارك وتعالى بالنسبه ليفالياسيون الاولى التقويم التشخيصي، هو ديال الماده الرياضيات. اذا ها هما الاسئله عندكم. بالنسبه للسؤال الاول كوشي لا بون ريبونس، يعني ضع علامه في الجواب الصحيح. عندك 4 زائد ناقص 4، شكون هو الجواب الصحيح من هادو؟ واضح. نفس الشيء بالنسبه لهذه العمليه الثانيه، شكون هو الجواب الصحيح؟ وهكذا بالنسبه لهذا الجدول الاول. بالنسبه للسؤال الثاني عندكم هاد ليكواسيون، هاد المعادله، شكون هو الحل ديالها اللي صحيح؟ واش ناقص 5 ولا 5 ولا 10؟ اذا خصك تحل المعادله. هنا عندك لو برودوي ديال 2.5 فوا 10 اكسبوزون 3 ايتيغال، شكون اللي صحيح؟ واش هادي ولا هادي ولا هادي؟ مزيان، تري بيان. وهنا راه لي كيسيون باينين، دونك بلا ما نحتاج نقراهم لاننا غادي نخلي لكم هاد البي دي اف في صندوق الوصف. راه عندنا الموقع ديال القناه حتى هو كنطلب منكم تشتركوا فيه باش تستافدوا منهم بطبيعه الحال، وغادي نخلي لكم حتى التصحيح ديال هذا، لكن ما غاديش نحطهم لكم دابا لانني غادي نمشي نصلي ان شاء الله صلاه الجمعه، من بعد في المساء نوضع لكم ان شاء الله داكشي في صندوق الوصف. اذا الان ما عليكم انكم تبذلوا مجهود مع هذا النموذج وتخدموه باش تستافدوا، ومن تجيو تشوفوا التصحيح تكونوا استفدتوا، واضح؟ اذا هذا هو النموذج ديال الرياضيات، الى حد هنا كنكونوا ساليناه. ثم ندوزوا للنموذج ديال الفيزياء. هذا هو النموذج ديال الفيزياء. اذا كما كتشوفوا هذو لي كيسيون، هنا نفس الشيء اختار الجواب الصحيح. لونيتي ديال ديال لاماس فوليميك، الكتله الحجميه، هادشي راه يعني كتختبر انت في داكشي ديال السبعه، واضح؟ تري بيان. دونك هذا السؤال باش بلا ما نعاودوا الورقه، هذا نشوفوا هنا ونشوفوا هنا، واضح؟ مزيان. ولا خلينا نمشيو مع هذه عاد نرجعوا مع الاخرى، لان هذا السؤال غيكون مبني عليه هذا، واضح؟ دونك بالنسبه للفيزيك راه بسيط، ما كاينش شي حاجه صعيبه كما كتشوفوا. اذا الله يرضي عليكم، حاولوا تخدموا هذا الشيء من خلال الفيديو، من بعد يعني حبس قرا السؤال وخدموا جاوب عليه، ومن بعد ان شاء الله في 20 نحط لكم الحل. اذا ندوزوا للاجتماعيات. اذا الموضوع الاول ديال مكون التاريخ، هنا مثل او مثلي العصور التاريخيه التاليه على الخط الزمني. عندكم خط زمني وانتم تمثلوا العصور التاليه، العصر الوسيط، العصر الحديث، العصر القديم، العصر المعاصر، وعصور ما قبل التاريخ حسب هذه السنوات هذه. اذا هذا واضح، يعني عندنا الثوره الفرنسيه، اكتشافات امريكا، وسقوط روما، واختراع الكتاب. املاء الجدول، الدوله التي حكمت المغرب خلال كل سنه من السنوات. وطن يعني على الخريطه. ثم ندوزو هنا مثل على الخط الزمني، واضح. اذا هكذا كنكونو نهينا الاجتماعيات. ثم نمر الى التربيه الاسلاميه. التربيه الاسلاميه اذا عندنا التقويم التشخيصي، اول عندكم نص قراني، ثم عندكم الاسئله، ثم عندنا نص تاريخي، واضح؟ اذا هذا
جيد. إذا هذه الأسئلة واضح، نحاول نجاوبوا على الأرض عليكم باش تستافدوا تحصلوا على نقاط ممتازة. وكنعاود في قناتكم راه غتلقاو دروس ديال واحد المجموعة ديال المواد الإعدادية يعني، كذلك غتلقاو لي كونترول مصححة ديال جميع المواد. لهذا ما عليكم إلا الاشتراك، وما تنساوش تشاركوا القناة مع الأصدقاء ديالكم باش الجميع إن شاء الله يتفوق وينجح. وإذا كان عندكم أي سؤال أو أي تساؤل أو استفسار، ما عليك إلا تكتبوه في التعليق ونجاوبك إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.